نير غبر امسك 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 حرب لك يا أمه. الحمد لله تقريبا كذا قد جبرت ولا فيها. الصوانين. حرب لك يا أمه. خرجت بتاعت التحريك. هذه درعي صحيح درع بطاطا وفلفل وبهارات البصل وجزر طبعا فليفلة تقريبا جاهزة بس استنى عليه شوية جمر معنا على ينزل وبس يشوي الجمر بتلاقيه نزل كمان على احنا نقول للمتابعين في العام الجديد لازم نقول شهر العيد السعيد في شهر رمضان يوم اخر يوم في شهر رمضان الجمعة يعني الفترة الأخيرة في الزرب بعد ساعتين وعند أذان المغرب نفتح الزرب طبعا مستوي منيح